الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بروفيسور اسماعيل عبد الغفار اسماعيل فرج, President of Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport. It's my pleasure to welcome you to a grand establishment of the League of Arab States. It is the Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport. تضم الأكاديمية طلاب من أكثر من 50 جنسية من الدول العربية والإفريقية وكذلك أوروبا وأسيا وأمريكا في مختلف الكليات: كلية النقل البحري والتكنولوجيا, كلية النقل الدولي واللوجستيات, كلية الهندسة والتكنولوجيا, كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات, كلية الإدارة والتكنولوجيا, كلية اللغة والإعلام, كلية الصيدلة, كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي, بالإضافة إلى اعتماد المجلس الأعلى للجامعات المصرية لكافة تخصصاتها واعتماد نقاء لضمان جودة التعليم بمصر. حصلت الأكاديمية على العديد من الاعترافات الدولية لشهاداتها مثل ذيفا, ريبا, أبت, أيزو 9001. والأكاديمية العربية لها أكثر من موقع في أنحاء جمهورية مصر العربية: فرع الأسكندرية, المقر الرئيسي في أبي قير, مقر ميامي, فرع الأكاديمية بالقاهرة, مقر مصر الجديدة, مقر الدقي, مقر القرية الذكية, فرع جنوب الوادي بأسوان, فرع بور سعيد, وفرعان جديدان تحت الإنشاء: فرع الأكاديمية بإمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة, وفرع الأكاديمية بمدينة العالمين الجديدة. وقد تم تخصيص 62 فداناً بالمدينة بالشراكة مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لإنشاء فرع للأكاديمية في غرب مصر على بعد 240 كيلومتر من القاهرة و90 كيلومتر من ساحل البحر المتوسط. ويتميز المقر بمركز للإبداع والابتكار على أحدث الأنظمة الدولية ليكون بوابة لبناء الصناعة والاقتصاد بالمنطقة. وتحرص الأكاديمية على توفير الشهادات المشتركة والاعتمادات الدولية بمقرها بالعالمين مع عدد من الجامعات العالمية: University of Hull في مجال الإدارة والنقل الدولي, University of Bradford في مجال الصيدلة, University of Genoa في مجال طب الأسنان, Calpoli University في مجال الهندسة, World Maritime University في المجال البحري, University of Genoa في مجال الآثار والتراث الحضاري. ولا يزال العمل على تحقيق الحلم مستمراً ليتوج ببدء الدراسة بالمقر في سبتمبر 2019.